شفت النهارده اول مباراه ليفربول في الدوري، المباراه الافتتاحيه ليه، شارك قدام تشيلسي، كسب نتيجه 1-1 جونين رائعين. لكن نتكلم عن نقطتين هما اللي لفت نظري وخلوني اسجل الفيديو ده. اول نقطه لفت خروج محمد صلاح، خارج متعصب جدا من المباراه، ان هو لم يعني ما قدرش يزود عدد اهدافه للرقم القياسي لهداف الجولات الافتتاحيه، خارج متعصب. وكمان انا كنت شايف ان هو كان ممكن يكمل الفتره اللي خرج فيها محمد صلاح، حرفيا الهجوم بقى في حاله مزريه. تاني لقطة هي لقطة الكرة اللي رفعها دياز من الناحية اليسرى، من ركنية من الناحية اليسرى، تخبط في ايد نيكلوس جاكسون ومبتتحسبش أي حاجة. حتى بعد مراجعة الفيديو أنا من رأيي ومن رأي عصام الشوالي اللي كان معلق على المباراة إن هي ضربة جزاء. نروح بقى لنادي تشيلسي شوية. تشيلسي كان متشكل كل هجومه في لاعب الجناح الأيسر ويل، اللاعب ده بجد عمل أداء حلو جدا في طول المباراة. شفناه كل الهجمات اللي عنده، يقل من عند رحيم ستيرلينج لما خرج الدنيا يعني وقعت جدا في ناحيه اليمين، بقت شغاله ناحيه الشمال بس. اما عند ليفربول عنده وظيفه دفاعيه كارثيه، لكن يعني ربنا استرها معاهم الماتش ده وخلى ياسين يتفضل كتير ويبقى الفينش وحده نادي تشيلسي. بجد النهارده ليفربول قدم اداء غير جيد بالمره. صلاح بيسجل هدف لم يحتسب، صلاح احنا عارفين كل مباراه مع تشيلسي بيسجل هدف والا ما بيتحسبش الا ما بيحتفلش. بجد يعني الف مبروك، تعادل مهم جدا لتشيلسي، كان ممكن يفوز لكن انتهى بالتعادل. المدرب كان سعيد بتواجده في البريمير ليج وسلم على كل اللعيبه كانه فاز ببطوله. بجد المدرب تشيلسي هيبقى ليه مستقبل حلو مع نادي تشيلسي. كان حابه الف نظركم لحاجه، ان تيشرت نادي تشيلسي سيء للغايه، ما فيهوش اي ابتكار، هي مجرد تيشرت زرقاء موجود عليها بادج باللون الاصفر اللون الجولد اللي تحسه محبب وخط ابيض من جديد، بس ده كل اللي في التيشيرت. بجد حاجه مزريه وتيشيرت سيئه جدا، عكس النايك برضو هي اللي مسجله اللي عامله تيشيرت نادي ليفربول. بجد يعني اتمنى ان مستوى التيشيرتات يبقى احسن من كده، ان احنا لازم نركز في كل حاجه. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي.